أهلا وسهلا بكم بالقناة. اليوم نتعرف على أهم النصائح عند زراعة الورد الجوري. من أكثر الورود انتشار هو الورد الجوري التي تستقطب جمهورا ضخما من المعجبين بها، فهي ذات نوع مختلف وألوان جميلة ومختلفة. اليوم نتكلم على كيفية زراعة الورد الجوري. أهم مرحلة في زراعة الورد الجوري هي إعداد التربة، ويكون ذلك بمعرفة دغجة حموضتها. فالورد الجوري يفضل الدغجة المحايدة تقريبا، والتي تكون بين 5.5 و7، وبرقتها هيدروجيني يساوي 6.5 تقريبا. لذلك يجب معرفة درجة حموضة التربة التي سيتم زراعة الورد الجوري فيها. فإن كانت حامضية يجب إضافة الحجر الجيري المطحون لها، وإن كانت قلوية فنضيف الكبريت لها. وتعد التربة المثالية لزراعة الورد الجوري هي الغنية والفضفاضة والتي تكون جيدة الصرف، ثم توضع النبتة ويتم ردم التراب عليها مع السماد العضوي. أما عن شراء الورد الجوري، فينصح بشراء الورد الجوري بهدف الزراعة في نهاية فصل الشتاء وزراعتها مباشرة أو بعد مرور يوم لا أكثر. يحتاج الورد الجوري للتعرض لأشعة الشمس حوالي 6 ساعات يوميا، وتتم عملية سقي الورود الجوري بغمر منطقة الجذور كاملة على الأقل مرتين في الأسبوع خلال فصل الصيف الجاف. أما عن أهم نصائح عند زراعة الورد الجوري باختصار، أولاً ينصح بارتداء قفازات سميكة، وذلك لحماية اليدين من الأشواك الشائكة. النصيحة الثانية إحضار جميع الأدوات التي يمكن أن نحتاجها أثناء زراعة الورد الجوري، كخرطوم الماء أو دلو الماء، إضافة إلى أدوات الزراعة. يجب التأكد من حفر حفرة أكبر بكثير مما نتخيل، إضافة الكثير من المواد العضوية مثل السماد. وأيضا ينصح بوضع بعض ألواح الجبس والمسامير داخل الحفرة لتوفير الكالسيوم والحديد لها. لا يفضل ري الورد الجوري بشكل غير طبيعي، خاصة في فصل الشتاء، حتى لا تموت نتيجة لزيادة في الرطوبة داخل التربة. يجب أن نستخدم نشارة الخشب لمساعدة في الحفاظ على المياه والحد من الإجهاد وتشجيعا على النمو السليم. يجب أن نتجنب استخدام الأسمدة الكيميائية ونستبدلها بالكبريتات المغنيسيوم أو الأسمدة الحبيبية. لا ينصح بتقليم الورد الجوري في فصل الخريف. يجب أن نجتنب تخصيب الورد الجوري قبل شهر ونصف في حال كان من المحتمل حدوث ظاهرة السقيع. ينصح بالاستمرار في سقي الورد الجوري خلال فصل الخريف الجاف، ذلك من باب مساعدتها في الحفاظ على حصانتها خلال فصل الشتاء. ممارسة أعمال البستنة بانتظام كإزالة الأوراق الميتة والتقليم ستساعد النبتة في الحد من إصابتها بأحد الآفات كالمن والبياض الدقيقي والعناكب. الورد الجوري يستخدم في صناعة العصائر والمربات كشراب الورد ومربى الورد، وأيضا يستخدم كمعطر ومطهر للبشرة، إضافة أنه يحتوي على فيتامينات عديدة كفيتامين سي، كي وفيتامين بي أيضاً.